مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة، والذي يأتي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. اليوم افتتح هذا المعرض رسميا من قبل معالي وزير التعليم العالي الدكتور أحمد العيسى. في هذه الأثناء سأستضيف الدكتور سالم المالك، وهو المشرف العام على المؤتمر. حياك الله دكتور سالم. حياك الله دكتور سالم. اليوم كان الافتتاح. صحيح. اي نعم، مشكورين ويعطيكم العافية على ما قدمتم. الله يجزاك خير. شكرا. مشاهدينا الكرام، قبل البداية في حواري مع الضيف وننتقل إلى محاور اللقاء، سنذهب وإياكم إلى موجز لأخبار اليوم الأول عن هذا المعرض، ونعود لاستكمال الحديث مع ضيفنا الكريم الدكتور سالم المالك، فكونوا معنا. يسرني أن أرحب بكم جميعاً في حفل افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السابع للتعليم العالي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. افتتح معالي وزير التعليم أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة. وزير التعليم: المشاركة الدولية في المعرض تعكس المكانة التعليمية المرموقة للمملكة. المعرض والمؤتمر الدولي يحظى بمشاركة خبراء ومتحدثين من 30 دولة حول العالم، ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 300 جامعة ومؤسسة تعليمية دولية، إضافة إلى 77 جامعة ومؤسسة تعليمية سعودية. وزارة التعليم رفعت إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء نظاماً جديداً للجامعات السعودية يحقق تطلعات ولاة الأمر، ورش عمل متخصصة يقدمها خبراء من المملكة والعالم ضمن المعرض الدولي للتعليم العالي. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، ونرحب مره اخرى بضيفنا الدكتور سالم المالك المشرف العام على المؤتمر والمعرض الدولي في هذا العام. دكتور حياكم الله، ونبارك لكم نجاح حفل الافتتاح في هذا اليوم. شكرا. الله يرضى عليكم. ان شاء الله. الله يحييك دكتور. لو تحدثنا عن تنظيم المؤتمر والاستعداد له، وماذا حدث خلف الكواليس وراينا هذا النجاح الباهر ما شاء الله. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر قناة عين على استضافتي. المؤتمر يأتي تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حافظه الله، وأيضاً تحت توجيهات وأشراف معالي الوزير الدكتور أحمد العيسى. هذا العام تم اختيار موضوع المؤتمر تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فموضوع المؤتمر هو الجامعة السعودية ورؤية 2030. أما شعار المؤتمر فهو
المعرفة وقود المستقبل. فتم اختيار هذا حتى يحفز الجامعات السعودية على الحراك العلمي والبحثي، وأيضاً الحراك الذي يواكب رؤية 2030، خلق تنافس بين هذه الجامعات. بالنسبة للمعرض، عادة احنا نبدأ المؤتمر والمعرض من نهاية هذا المعرض، فبدأنا تقريباً قبل عام، بدأت الاستعداد، شكلت اللجنة العلمية، تم اختيار موضوع المؤتمر، تم اختيار المتحدثين. نسعى عادة إلى اختيار وانتقاء أفضل المتحدثين لكل جلسة، لكل جلسة لها موضوعها الخاص، ولكن نحاول بشتى الوسائل أن نختار هذا المتحدث من يكون صانع قرار أو مدير جامعة أو وزير في بلده، أو من خلق حراكا علميا مؤثرا حسب متطلبات أو موضوع المؤتمر والمعرض لهذا العام. هذا جانب المؤتمر، نحاول بشتى الوسائل أن ننهي كل ما يتعلق في المؤتمر قبل ستة شهور من بدءه. يعني حتى قبل ستة شهور؟ نعم، تكون كل شيء منتهي. ما شاء الله. حددت الأسماء وحددت الداء، وحصلنا على السيرة الذاتية، وطلبنا من كل متحدث أن يعطينا أيضا ملخص عن محاضرته. فتم الحمد لله اختيار هؤلاء المتحدثون الذين لهم كلمة كبيرة جدا على مستوى التعليم العالي الجامعي على مستوى العالم. جميل. أما بالنسبة للمعرض فهذا قصة أخرى، وهو طبعا اتفقنا مع شركة معارض الرياض والتي لها باع كبير جدا في هذا المجال. هناك جامعات مستضافة تستضيفها وزارة التعليم، تتحمل تكاليف السفر، تتحمل تكاليف أيضا الأجنحة، تتحمل تكاليف السكن، وهذه الجامعات عادة تكون من أفضل 200 جامعة عالمية على مستوى العالم، حتى تعطي المعرض أيضا وهج كبير. الغريب هذا العام بأن هناك بعض الجامعات التي تم دعوتها ورفضت الاستضافة، وإنما شاركت ودفعت كل تكاليفها بذاتها. هناك جامعات أخرى يجب أن تكون الجامعة موصفها أو أن تكون من الجامعات الأول في بلدانها، تقدم على موقع المعرض والمؤتمر، يتم إنهاء كامل الإجراءات وقبولها، حتى نحاول بشتى الوسائل أن ننهي كامل الإجراءات بالنسبة للجامعات العالمية. الجامعات السعودية يتم التخاطب معها جميعها، والكليات أيضا السعودية، ويتم أيضا اختيار المواقع وطلب منهم تصميمات التي تتواكب مثلا مع هذا المعرض. هناك جنود مجهولون حقيقة يعملون بخفاء، لا يعني ضمنهم الدكتور أحمد الخريف، الدكتور علي القحطاني، الدكتور سعد الأخ سعد العدواني، الأخ وليد الحسن، الدكتور إبراهيم السعدان، الدكتور حمود الخميس، رجال، أخ سعود الضبيعي، مجموعة كبيرة جدا ولله الحمد، أستاذ الدكتور سالم جفشر، تعمل ولكن بصمت. ولله الحمد وفقنا هذا العام، لأن الأمور الحمد لله مشت بشكل جديد، لم نواجه أي مشاكل. تم أيضا التعاون مع والالتقاء في شرطة الرياض، وكل ما يتعلق في القطاع الأمني وترتيب الأمور هذه كاملة. تم أيضا الاجتماع بهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتم أيضا ترتيب ما يتعلق بكل ما قد يؤثر على انسيابية المعرض وما وذلك. ولله الحمد الكل متعاون. جميل. من دخول الضيف أو نزول الضيف من باب الطائرة إلى أن يصل إلى الفندق، لم نواجه مشاكل في الجوازات، لم نواجه مشاكل في ويشكرون الأخوان أيضا في المكتب التنفيذي في المطار، لم نواجه مشاكل في المواصلات، كلها ولله الحمد بفضل من الله، بفضل أيضا من الدعم الكبير الذي نجده سواء من حكومة خادم الحرمين الشريفين أو من وزارة التعليم. جميل. لا جهود تشكرون عليها دكتور، الله يعطيكم العافية. تسلم الله. دكتور، ماذا تتوقعون أن يستفيد الزائر لهذا المعرض؟ الزائر هناك عدة فوائد للزائر. جميل. على سبيل المثال لنأخذ طالب الثانوية العامة، أنا كأب وأنت كأب، عندي بنت وعندك ولد، عندما يأتي ابني أو ابنك أو بنتي أو بنتك ويجوب أروقة المعرض، أمامه الجامعات السعودية والكليات السعودية بأكملها، تعرض ما لديها وتقدم له،
هذا الأب أو هذا الطالب أو الطالبة لو حاول أن يدور على هذه الجامعات السعودية قد يمضي شهر شهرين إلى أن يصلها، وقد لا تصله المعلومة. إنما الجامعات في هذا تحت سقف واحد تعرض كل ما لديها بالنسبة للطالب الثانوية أو حتى طالب الجامعة الذي يريد أن يكمل دراسته في نفس الجامعة تخصص الدراسات العليا. بالنسبة للطالب الذي يبحث عن ابتعاث أمام الجامعات العالمية تقريباً أكثر من 320 جامعة عالمية مستويات عالية جداً جميعها موصف فيها إلا مجموعة بسيطة جداً والتي نتوقع أن تعتمد من وزارة التعليم خلال هذه الأيام. لذلك لن يجد مشكلة إذا هو يرغب إيرلندا أو يرغب أمريكا أو يرغب بريطانيا أو يرغب اسكتلندا أو أستراليا نيوزيلندا هولندا فرنسا. ما شاء الله كل يعني الجامعات غطيت كل العالم. هناك 30 دولة مشاركة بجامعاتها. جميل. وهذا ولله الحمد أعطى هذا المعرض والمؤتمر مكانة عالمية كبيرة جدا. كل من حضر هذا المعرض والمؤتمر من خارج المملكة ضيوف المعرض ذكروا بأن هذا المعرض يعتبر من أكبر 5 معارض على مستوى ومؤتمرات على مستوى العالم. جميل. وهذا ولله الحمد إنجاز كبير. ممتاز. دكتور، الجهات فقط جامعات وقبول جامعات أم أن هناك أيضا معاهد ومثلا دراسات أخرى دبلومات؟ احنا نحد المعاهد بشكل بسيط جدا، هناك يمكن عدد بسيط جدا من المعاهد. هناك السفارات مشاركة حتى تسهل تسهل ما يتعلق بتأشيرات للطلبة. هناك الملحقيات الثقافية أيضا مشاركة. هناك مؤسسات من كالبنك الإسلامي للتنمية، مثلا الخدمات الكلية الخدمات الطبية للقوات المسلحة، هيئة الأمن المعروف، شرطة الرياض، كلها مشاركة أيضا لخدمة هذا الزائر بشكل أو بآخر. جميل. هل كان لها مهام محددة أنت وضعتوها قبل بداية قبل انطلاق المعرض، الجهات المساندة هذه أو مجرد حضور؟ لا، الجهات المساندة هم طلبوا. جميل. يريدون أن يعرضوا ما لديهم. إحنا طبعا بالعكس نتعاون مع أي مؤسسة حكومية، إذا كان لديها ما تعرضه وما يخص وما يهم التعليم أو تثقيف الزائر الأجنبي بالعكس هذا يشرفنا ويسلمنا. ممتاز. دكتور، خلينا نتكلم على صعيد القبولات. مثل ما تفضلت يعني الهدف والفئة أيضا المستهدفة. نعم. كشريحة كبيرة اللي هي مثلا الطلاب والطالبات من أجل الحصول على هل هناك آلية مثلا معينة للحصولهم على قبولات؟ هل هناك قبولات فورية مثلا؟ هل لديكم يعني آلية معينة للتواصل مع الجهات ومع الطلاب أيضا؟ الجامعات المشاركة جميعها نبلغها بأنه هذا المعرض أو عندما تعرض لابد أن يكون أمامك، لابد أن تعرض للطالب السعودي كل ما لديك بالنسبة لإجراءات القبول ومعايير القبول في الجامعات. وكثير من الجامعات أحياناً تسهل وجودها في هذا المعرض، تسهل إجراءات القبول بشكل أو بآخر أو تتغاضى عن بعض المعايير التي تلزم بعض الطلبة وقد تكون فيها صعوبة. مثلاً على سبيل المثال تطلب بعض الجامعات أن يكون مثلاً جايب مثلاً في امتحان التوفل أو الآيلتس درجات عالية، في هذا المعرض قد تنزل بعض الشيء، أو مثلاً لابد أن يكون درجاته في التحصيل العلمي مرتفعة أيضاً قد ينزل بعض الشيء، وهذه كلها نوع من كعرض خدمات. كعرض يعني. خدمات داخل المعرض. هل تشعرون فيها مسبقاً لديكم يعني علم عن هالآلية أم يعني تتركون المجال؟ لا، نحن نترك المجال للجامعة ولكن نطلب من الجامعة بأن تكون دقيقة جدا في اختيار الطالب حتى لا يكون هناك أي نوع من يعني السهولة في قبول الطلاب، وإنما تكون في العكس تطبق المعايير الأساسية وإن كانت أقل مما كانت عليه في بلدانها. جميل. وجود السفارات أيضا يسهل عملية التأشيرات، فمن كان الطالب أن يحصل على القبول ويحصل على التأشيرة في نفس الوقت. هناك بعض السفارات ذكرت بأنه إذا حصل الطالب على قبول نحن على استعداد أن نعطيه الفيزا من موقع المعرض. ما شاء الله. طبعا هو سوق يعني مناسب الآن له. نعم نعم، مؤكد. جميل. أنا أستاذنك دكتور، سنطلع تقرير ونعود لإكمال الحوار.
مشاهدينا الكرام، مستمتعين حقيقة بالحديث مع الدكتور سالم المالك المشرف العام على المعرض والمؤتمر. سننتقل وإياكم لمشاهدة التقرير التالي ثم نعود لإكمال حوارنا مع سعادة الدكتور سالم المالك، فكونوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ما زلنا واياكم على الهواء مباشره من مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وفي استضافه لسعاده الدكتور سالم المالك المشرف العام على المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعه. حياك الله دكتور. الله يحييك ان شاء الله. الحديث معك لا يمل، وما شاء الله يعني خلف الكواليس قصص تطول وتطول عن هذا التنظيم الرائع. صحيح. دكتور، تحدثت عن مشاركة الجهات الخارجية وعن السفارات، خلنا ننتقل للمشاركة الداخلية. الجامعات السعودية ما شاء الله كل جامعاتنا السعودية موجودة، جميع الجامعات. نعم. السعودية سواء حكومية أهلية أو كليات كلها موجودة. الهدف من مشاركتهم؟ هدف المشاركة طبعا الجامعات السعودية لديها تميز في تخصصات معينة، والطالب السعودي قد لا يعرف أن هذه الجامعة متميزة في تخصص عن تخصص آخر، فهو يبحث أحياناً عن التخصص الذي هذه الجامعة تعرضه في هذا المكان. هناك بعض الجامعات لها تخصصات مركزة ومحددة. أنا أعتقد أن هذا المعرض يعطي الطالب مساحة كبيرة جداً للإطلاع على ما لدى الجامعات السعودية أو الكليات السعودية. الجامعات السعودية أيضا هناك تلاقي بين الجامعات السعودية، وهناك تعاون وثيق يأتي من هذا المؤتمر بين الجامعات السعودية. هناك أيضا تناغم وتلاقي أيضا مع الجامعات العالمية. كثير من الجامعات السعودية ستوقع اتفاقيات أو عقود خدمات خلال هذا المعرض مع الجامعات الأجنبية المشاركة، أو وهذا أيضا يخلق نوع من الحراك العلمي الكبير. صح. هناك أيضا أستاذ الجامعة السعودية، أعضاء هيئة التدريس، مجموعة من أعضاء التدريس في الجامعات المشاركون في هذا المعرض، إما في أجنحة جامعاتهم أو في حضور المؤتمر أو كمتحدث في المعرض في المؤتمر أو ورش العمل. أيضا هذا يخلق نوع من الترابط بين عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية مع عضو هيئة التدريس في جامعات أخرى. من أجمل ما نلاحظ أيضا أن هناك ما عندما ترى اتفاقية توقع بين جامعة أجنبية وجامعة أجنبية جميل. في أرض جميل. سعودية. صدق. هذا جميل جدا، وتحس أنه فعلا هذا المعرض أصبح له عالميته، أصبح له مكانته على مستوى العالم، وهذا ما يبشر في الخير ويشجع على الاستمرارية في هذا المجال. جميل. دكتور، بما أنك تحدثت عن الاتفاقيات، اتفاقيات الجامعات السعودية مع الجامعات الأجنبية، كيف تتم الاتفاقيات هذه؟ كيف يتم الترتيب لها؟ هل مسبقاً، هل هي من الأدوار المناطة فيكم كقائمين على المعرض والمؤتمر؟ في السابق كانت مناطة فينا، أما الآن فهي مناطة في الجامعة السعودية. فنحن يعني ندعو كل جامعة سعودية تريد أن توقع اتفاقيتها أن توقعها في جناح، حتى يأخذ جناحها أيضا صيغة أنه فعلا
هذه الجامعة بحثت عن اتفاقية. عادة الجامعات السعودية لها نوع من الاستقلالية في قضية عقود الخدمات والاتفاقيات، فلكل جامعة فرصتها أو إمكانية توقيع اتفاقية مع الجامعات الأخرى. عادة يبدأ الاستعداد والاتفاق على هذه الاتفاقية قبل المعرض، ولكن كثير من الجامعات ترغب أن يكون التوقيع خلال أيام المعرض حتى تأخذ أيضا طابع على مستوى محلي وعلى مستوى عالمي. جميل. هل تعرفون كم عدد الاتفاقيات ممكن دكتور ولا لا؟ أنا أعرف الجامعة لأنه كنا بالعادة نحصي الاتفاقيات. جميل. لكن هذه المرة سنحصي الاتفاقيات بعد المؤتمر، ولكن أنا أعرف أن هناك اتفاقيات كبيرة. طيب. وزارة التعليم ستوقع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي الأردني غدا إن شاء الله، وستوقع أيضا اتفاقية مع الخدمات الطبية القوات المسلحة لتدريب الأطباء في المستشفيات. ممتاز. يعني طلبة الجامعة كلية الطب. أوكي. في المستشفيات العسكرية. جميل. دكتور أستأذنك، زميلي الأستاذ بدر الدوسري معه تقرير ميداني، نتابع التقرير ونعود. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم مستمتعين بالحديث مع الدكتور سالم المالك. الآن سأنتقل وإياكم إلى زميلي الأستاذ بدر الدوسري من ركن جامعة الملك سعود في المعرض. بدر، هل تسمعني يا بدر؟ معك دكتور يحيى، أسمعك الآن. نحن متواجدون في معرض أو في ركن جامعة الملك سعود. جميل. وفي هذه التظاهرة الأكاديمية والفعالية أستضيف معي الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، وكيل الإدارة والتخطيط أو وكيل التخطيط والتطوير في جامعة الملك سعود. مرحبا بك جامعة الملك سعود. مرحبا وسهلا بكم، حياكم الله في ركن جامعة الملك سعود. نحيي القناة عين، قناة معروفة ومشهود لها. دكتور، نحن في هذه التظاهرة الأكاديمية والفعالية نعلم أن يعني غالب الطلاب أو نستطيع أن نقول أن الطلاب أو ماذا تقدم جامعة الملك سعود، ونحن نعلم أن جامعة الملك سعود في تلك الفعاليات حاضرة دائما، ماذا تقدم في هذه الفعاليات؟ جامعة الملك سعود أخذت على عاتقها أن تكون متواجدة في كل تظاهرة أو فعالية في المملكة العربية السعودية أو خارجها، ولذلك نحن في جامعة الملك سعود نشعر أنه واجب مجتمعي تجاه المجتمع أن نأتي إلى هذه التظاهرة في هذا المعرض دورته السابعة، ونعطي الجمهور نبذة عن ما هي جامعة الملك سعود، تاريخ جامعة الملك سعود، ما هي البرامج الموجودة فيها سواء على مستوى الدراسات الدنيا أو الدراسات العليا. ولذلك يتواجد معي الدكتور صالح الصقر وهو عميد قبول التسجيل، وأيضا هو عميد الدراسة العليا المكلف. ما هي مشاريع جامعة الملك سعود المستقبلية؟ ماذا تستفيد المجتمع من جامعة الملك سعود؟ وماذا تستفيد جامعة الملك سعود من المجتمع أيضا؟ نحن من خلال هذا المؤتمر نعرف حاجيات، هناك تخصصات تبرز بين حين وأخرى، نستفيد منها من المجتمع ونأخذ رأيهم في ما هي التخصصات سوف ندرسها. يعطيك العافية دكتور يوسف. إذا سمحت لي دكتور يحيى، معي الآن أيضا عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود الدكتور صالح الصقر. يعني دكتور صالح، شكرا، يعطيك العافية. إذا سمحت لي، يعني غالب الطلاب هنا، نعلم أن جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، دائما الطلاب عندهم تساؤلات واستفسارات كثيرة لما يأتون هذه المعارض، ما هي أغلب أو أكثر الاستفسارات التي تستفسرونها ويقدمونها لكم؟ طبعا الطلاب تتفاوت استفساراتهم، لكن الأسئلة الأكثر شيوعا هي عن نسب القبول، هل هناك حد أدنى للقبول، نسب مطلوبة كحد أدنى للقبول في التخصصات. كذلك يسألون عن التخصصات اللي موجودة في السنة الأولى المشتركة وآلية التخصيص بعد إنهاء السنة الأولى المشتركة. بعض الطلاب يسأل عن إمكانية التحويل من مسار إلى مسار داخل السنة الأولى المشتركة. هذه أكثر أو أغلب الأسئلة شيوعا بالنسبة للطلاب. كذلك فيه الطلاب غير السعوديين طبعا يسألون عن المنح اللي ممكن تقدمها الجامعة وآلية التقديم وآلية القبول لها. لعل هناك سؤال من الدكتور يحيى في الاستديو. بلغ تحياتنا للضيف ونشكرهم على الجهود التي يقدموها. يا حبذا لو تسأل ماذا يقدمون لضيوف المعرض وما هي الفئة المستهدفة لهم من خلال هذا المعرض؟ الدكتور يحيى يقدم تحياته لك ويسألك ما هي يعني الأسئلة أو الاستفسارات اللي أيضا يقدمونها الطلاب من ناحيتها في عمادة القبول والتسجيل، أكثر الأسئلة التي يركز عليها الطلاب.
زي ما ذكرت يعني بالنسبة سواء زوار المعرض أو اللي في عمادة القبول والتسجيل يزورونا، طبعا هم الطالب الأول هو كم نسبة القبول، كم تشترطون عشان أقدر أدخل الجامعة. طبعا جوابنا باستمرار أن إحنا ما عندنا حد أدنى القبول، إحنا عندنا طلاب المملكة يقدمون، يتم فرز الطلاب حسب مؤشراتهم الأكاديمية التحصيلية القدرات الثانوي، ويتم فرزهم من الأعلى إلى الأدنى، وعلى حسب المقاعد المتاحة في كل مسار يتم قبول الطلاب. إذا ما عندنا حد أدنى القبول، عندنا مقاعد متاحة. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا، شكرا. هذا ما لدي في ركن جامعة الملك سعود وهذا الصرح العلمي الكبير. أتمنى أن قدمنا شيء للمشاهدين، والآن معك الكاميرا والمايك. شكرا أخوي بدر، يعطيك العافية وشكرا لضيوفك الكرام. مشاهدينا الكرام، نعود من جديد إلى الاستوديو ومعنا سعادة الدكتور سالم المالك المشرف العام على المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة. حياك الله من جديد دكتور. الله حيك يا شيخ. دكتور، تحدثنا عن الاتفاقيات وتحدثنا عن ما جرى خلف الكواليس للاستعداد لهذا الجمع وهذا المعرض البهيج. تحدثت عن موضوع التمويل الذاتي فيما يخص هذا المعرض، لو تعطينا خلفية عن هذا الموضوع وأيضا السادة المشاهدين. المعرض والمؤتمر في الأعوام السابقة كان دعم من الوزارة، وتغطي الوزارة جميع التكاليف. هذا العام انتهجنا نهج مختلف تماما، وهو هل بالإمكان هذا المعرض والمؤتمر أن يمول نفسه ذاتيا؟ وهذا تحدي كبير جدا، أن تقيم معرض بهذا الحجم وبهذا الضخامة وتتوقع أن تمول ذاتيا، ولكن ولله الحمد استطعنا أن نمول هذا المعرض ذاتيا عن طريق الرعاية. فنشكر مثلا جامعة الملك عبد العزيز بأن دعمت أو رعت هذا المعرض مبلغ 5 مليون، جامعة الملك فيصل أيضا نشكرها بخمسة مليون، جامعة الطائف بثلاثة مليون. نشكر أيضا مجموعة الطيار التي تحملت تكاليف تذاكر السفر بما يقارب مثلا 2 مليون، أيضا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية كراعي تقني بمبلغ 1 مليون ريال، آخر شيء أيضا شركة الاتصالات السعودية غطت جميع ما يتعلق في الإنترنت وواي فاي، وبنفس الوقت أيضا دفعت مبلغ 500 ألف ريال. بالإضافة إلى ذلك أرضية المعرض جميل، رفعنا السعر بعض الشيء، فما تراه كل متر في هذا المعرض مدفوع قيمته. هذا أعطى ولله الحمد مساحة كبيرة جدا وقيمة مضافة مالية للمعرض، مما مكنته أن يغطي تكاليفه كاملة ويعتمد على نفسه ذاتيا. ما شاء الله، جميل. دكتور، كم تتوقعون عدد الزوار، العدد المتوقع؟ والله نتوقع قياسا على السنوات السابقة، يعني عادة لا يقل زوار المعرض يوميا عن 40 ألف، لكن أنا أذكر في أحد الأعوام وصل إلى فوق 100 ألف في يوم واحد. الزوار غالبيتهم يأتون في اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ويوم السبت. السبت، الجمعة والسبت يكون فيها كثافة أكبر، ولكن أيضا غدا نتوقع أن يكون هناك كثافة كبيرة جدا، لذلك إحنا نحترز من اليوم الثاني والثالث والرابع. جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، جهود تشكرون عليها. في ختام هذا اللقاء أنا أشكرك، وإذا لديك أي إضافة معينة تفضل المايك. أنا أشكر طبعا حكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود ورعاية خادم الحرمين حفظه الله. أشكر أيضا معالي وزير التعليم العالي معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي يعني شجع وحرص كثيرا على إقامة هذا المعرض. أشكر الزملاء الذين يعملون خلف الكواليس والذي لهم حقيقة جهود كبيرة جدا في إنجاح هذا المؤتمر. أشكر كل من شارك، أشكر كل من حضر وكل من حضر واستحضر وحاضر، أشكر الضيوف الأجانب والمتحدثون، والحمد لله والشكر
الأكبر كله لله سبحانه وتعالى. الله يعطيك العافية. وحنا بدورنا نشكرك دكتور على حضورك وعلى ما قمت به من جهود. الله يبارك. أيضا الشكر لكم موصول أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ما زلنا وإياكم في نقل على الهواء مباشرة لفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة. كان معي ضيفي الدكتور سالم المالك المشرف العام على المعرض والمؤتمر. ما زلنا معكم في تغطية حصرية على قناة عين. نرجو ألا تذهبوا بعيدا، سنأخذكم في جولة في أرجاء المعرض، ومن ثم سيستكمل زميلي الأستاذ أنس حلاوة بقية فقرات هذا البرنامج. شكرا لكم.